محمد الرائد كان يكسب ممكن الى 5-6، بس في ضياع فرص للرائد مرعبه كانت. وهذا هذا هذا المشكله، يعني دائما ننتقد الرائد، بس لكن المباراه اليوم اعتقد انه مثل ما قال احمد وكابتن يوسف انه فعلا خذاها بنص ساعه وهذا، لكن الفرص الضائعه دائما المفروض انه الرائد انه يكون اكثر تركيز واكثر هذا، يعني ما يعني شوف يعني زي فرصه هذه اعتقد انها فيها اهداف ضاعت يا خالد، المفروض انه خلاص. بس انه مثل ما قال احمد انه الفرص اللي دائما زي هذه دائما انه يعني هذا، وقال احمد وكابتن يوسف انه اول نص ساعه خلصوا الرايد. بس ليش ما فوز 5-6 اذا انا قادر؟ هذه ثقافة رائد ولا ثقافة مملكة؟ لا ثقافة رائد، انا اعتبرها ثقافة رائد.